دكتور ماجد طبعا، هنتكلم النهارده عن اسباب الشعور بالبرد causes of persistent feeling cold. اول سبب ان فعلا الدنيا برد زي الشتاء ده، الدنيا فعلا ساقعه، وخصوصا البيت مش متدفي كويس او ما فيهوش فرنتشر كافي، يعني مثلا تلاقي ما فيش بطانيه، لحاف، كلام من ده، او الفرش ده يعني خفيف. طبعا معظم الناس بينتبهوا للكلام ده، ان في وسائل التدفئه للبيت ناقصه. الغريب لما كنت في امريكا كان الشوارع ساقعه جدا لكن البيوت متدفيه عن هنا، يعني الواحد هنا في مصر في الشتاء يحس بالساعة اكتر ما كان في امريكا، لان يعني في امريكا كان في الهيتنج، عمليه التدفئه الداخليه بتبقى كويسه جدا، فما يعني في معظم البيوت طبعا لو حد فقير قوي فكان ما كانتش مشكله عامه. احنا بنفترض دلوقتي بقى ايه، يعني مش السبب ان الدنيا ساقعه والانسان مش بيدفي كويس، لا بنقول ان هو بيدفي زي بقيه الناس لكن لسه حاسس بالساعه. ايه الاسباب؟ الاسباب زي الانيميا من اهم الاسباب، بالاحساس بالساعه بسوعيه. وساعات بنشخص المريض بانيميا مجرد بس ان هو يقول لك انا حاسس ان انا ساقعان وبتاع، تبص عليه تلاقي لونه شاحب، تقيس الهيموجلوبين تلاقيه واطي. فالانيميا من اهم الاسباب ومنتشره جدا خصوصا في الستات، وحاليا بنشوفها في الاطفال كمان. الهايبوثايرويديزم دوا الثايرويد هرمون، دوا الهرمون بتاع الميتابوليزم بتاع الايه الطاقه والتدفئه، ويخلي هو ده اللي يخلي العمليات الحيويه عندي تبقى شغاله في معظم اجزاء الجسم وينتج عنها خروج الحراره اللي بتدفي الانسان. فتجد مريض الهايبوثايرويديزم دوا بيبقى عنده الشعور بالبرد من اهم الاعراض. ومش الثيرويد بس، هرمونات تانية برضك لو نقصت زي الكورتيزون مثلا، هرمونات تانية لو نقصت برضك تدي الإحساس بالكولد، الغدة النخامية لو كانت برضك كسلانة. في سبب تاني مهم، الأثيروسكلوروز أو تصلب الشرايين، وطبعا منتشر في الناس الكبار في السن، تلاقي إيده ورجله بالذات يسقعوا أكتر وقت البرد. عموما الناس الكبار معرضين اكتر للشعور بالبرد، وان يحصل لهم هايبوثيرميا. هايبوثيرميا يعني البرد بقى مرضي، يعني ممكن يقتل الانسان. الرينال ديزيز برضك زي الاثيروسكليروز او تصلب الشرايين، ان الاوعيه الدمويه بتضيق، بس ده الرينود لميكانيزم تاني او طريقه اخرى ان الاوعيه الدمويه تنقبض، وتحصل في الستات وفي سن يعني 30 واكتر، غير التصلب الشرايين اللي بيحصل الناس الكبار. غالبا مميز او الرينود، يعني واحده تجي لك عندها 35 سنه وايديها ساقعه في بالذات في وقت الساقعه، وتلاقي تغير في لون ايديها، ممكن تزرق تحمر الكلام ده. مجرد ما تلبس جوانتي غالبا بيدفيها، تلبس شراب وجواندي غالبا دي مناطق الاحساس بالساعه. الدايابيتس السكر سواء النوع الاول او النوع الثاني نتيجه التهاب الاعصاب بيدي الاحساس العيان بسقعيه الرجل، وممكن تكون ساقعه فعلا، ممكن يكون الدم مش واصل كويس، او ده مظهر من التهاب الاعصاب السقعيه دي. يبقى مرض السكر، وهيبقى اكتر في الرجلين بالذات في القدم. الانوريكسيا نتخيل انسان ما عندهوش دهون كتير، حد رفيع كده وما بياكلش كويس، او عنده سدة نفس، او مرض الانوريكسيا نيرفوزا اللي هم الناس اللي عندهم فقد الشهية نتيجة التوتر النفسي. وفي مرض الانوركسيا نيرفوزا ده بالذات المريض يحس ان هو سمين رغم ان هو رفيع، وبيحصل لبنات 16 سنه في السن ده تين ايجرز، وبيحصل لهم احساس ان هم بيزيدوا في الوزن رغم ان هم ما بيزيدوش قوي، بنقول عليها
disturbed body image يعني، ويبقى نفسي اكتر، وخصوصا عايزين يعمل رجيم وكلام من ده. طبعا اي حد رفيع وعنده احساس بالبروده واضح السبب انه ما عندوش فات كافي، الدهون بيني وبينك بتنفع في الساعه دي خلاص، خصوصا الناس عامه لو بي ام اي يعني البودي ماس اندكس اللي هم يعني رفيعين اقل من 18.5 لاي سبب بنجد وان هم عندهم سوايا. يمكن الاكسبشن اللي هم الناس اللي هم عندهم هايبر ثيرويد، تلاقيهم رفيعين لكن جسمهم سخن 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 نتيجة الميتابوليزم العالي نتيجة الثيرويد هرمون. أي فيراليتي بقى المريض حاسس إن هو ضعفان أو ما بيكلش كويس أو فقير أو عنده أمراض مزمنة خصوصا الكلى، والناس بتوع الدياليسيس بتوع غسيل الكلى، كل الناس بتبقى معرضة لسوعية حسب سوعية بور سيركيليشن. فيتامين بي ديفيشنسي برضك يديك مشكله مع السوعيه خصوصا التهاب الاعصاب والانيميا اللي بتحصل. بعض الادويه برضك بتعمل احساس بالسوعيه وخصوصا لو الضغط وطى خلاص. فدي التشخيص بيعتمد ان الواحد بياخد هيستوري كويس، يعرف يسال العيان ايه الاسئله اللي يسالها له، ولما يكشف عليه يدور على الاسباب اللي احنا قلنا عليها. لو فكر فيها كده ودور على سبب ده انيميا ولا لا العيان ده، يشوفه في الكشف وبعد كده التحليل، وده سكر وهكذا. يعني معظم الوقت مع هيستوري كويس او بياخد تاريخ مرضي كويس من العيان وبيكشف عليه كويس ويشوف التحاليل المناسبه، غالبا بيعرف سبب الايه الكولد انتولرانس. بعض الناس ما بنعرفش مهما عملنا بس بتبقى قليلة. اوكي، وفي ناس يقول لك طبيعتها كده.